مستمرة هي معاناة الأهالي في مدينة الموصل وتحديدا في جانبها الأيمن الأكثر تضررا من الحرب، حيث شكى مواطنون من تردي الخدمات فضلا عن تراكم النفايات في أزقتهم جراء تلكؤ عمل دوائر البلدية على عكس بعض الأحياء الأخرى من المدينة بحسب مواطنين. تكسرات ضمن المنطقة القديمة، تخسفات ضمن المنطقة، نطالب من السيد مدير بلدية والسيد قائم مقام والسيد المحافظ أن يتوجهوا إلى 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 حل جذري لهذه المنطقة القديمة. يعني مناطقية بصراحة، خدمات أكو بس مناطقية. أريد الكل الرعية بالسوية، والله هو ذا حقية سوء إدارة، وأكو قضايا عصية عنادية على القصد يصير تلكؤ وشغلات، يكفي بقى؟ ما يكفيها السوالف هذه؟ وإلى متى؟ نريد نجر نفس بقى، نريد نجر نفس. مراقبون للشأن الموصلي أكدوا أن التلكؤ الحاصل في عمل بعض الدوائر سببه الصراعات السياسية ومحاصصة الأحزاب على إدارة بعض الدوائر، وإبعاد الكفاءات من أبناء المدينة أثر بشكل واضح على تقديم الخدمات للمواطنين. يعني بتأكيد هي هيمنة الكتل والأحزاب السياسية لم يقتصر على المؤسسات الحيوية في الدولة العراقية فحسب، بل وصل إلى الدوائر والمؤسسات الحكومية كما نشاهده اليوم في الموصل. هنالك هيمنة على بعض الدوائر أو على عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية داخل هذه المدينة، هنالك تلكؤ في عمل هذه الدوائر، هنالك إبعاد للكفاءات عن إدارة هذه المؤسسات الحكومية. حزم الوعود بالإصلاحات التي تطلقها بين الحين والآخر الحكومة المحلية يجوبها العديد من المطالبات بإبعاد المحاصصة السياسية عن الدوائر والمؤسسات الحكومية في نينوى التي باتت محط جدل واسع للسكان المحليين. من الموصل قاسم الزيدي، التغيير.